ليزرد. ليزرد يعني ايه؟ سحلية. بس هو في محلات بتبيع سحلية؟ في في بيع تعابين كمان. السلام عليكم. ازيك يا عم موسى؟ تعالى يا يوسف كله. تعالى عايزك في كلمتين. استنى اخلص الدرس مع عبد الله. سيبك منه، انا عايزك في كلمتين. قوله طبعا قبل ما ارجع لكم. بص بقى، حياة أمي ما أنا سايبك لما تقول لي في إيه؟ يا ابني أنت هتموت من الكتمة. يا ابني قول وغشتني عليك. كلهم ضحكوا عليا. مين دول؟ كلهم؟ تيتا سام، عم مسلم، عمته علا، حتى علي ونهى. كلهم خبوا عليا اللي حصل. هو إيه اللي حصل؟ بابا وخالتي ما توش في حادثة عربية زي ما فاهموني. ماما هي اللي قتلته. يا نهار اسود، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اهدى بس اهدى. انا مش فاهم اي حاجة، قولي في التفاصيل. يا ساتر يا رب. نادية. نادية. خنقتيني. انا مش هن، انا هين، انا تعبت، تعبت من الوش اللي انا لابسه، الحبسه والانتظار. عايز اطلع بقى، عايز زي اي راجل، مش مخنث ولا نص راجل. ببقى عايز اشق واطلع من جواكي عشان اعيش براحتي، مش متداري زي الرجاله الشمال. قتلتك؟ اصلا لو قتلتك هبحكم على نفسي بالموت، وانا بقى نفسي اعيش. نفسي أعيش. أنا ما عارف الحقيقة. في الأغلب عارفها مني. أنا مش فاكرة أنا قلت له إيه. مش فاكرة. أنت مش فاكرة أي حاجة خالص من اللي قلتها له؟ مش فاكرة حاجة ولا أي حاجة. أنت عارف الغريب إن أنا ابتديت أتحسن، وفي حاجات كتيرة أوي ابتديت أفتكرها. ابتديت أكون صورة كاملة للي حصل، وبعد كده فجأة كأني وقعت في بير ضلمة. لو سمحت يا وليد كلمه واطمن عليه واعرف هو عارف ايه بالظبط. من غير ما تقول يا ملك، انا عملت كده فعلا، كلمته في التليفون. للاسف تليفونه مقفول. اكيد عند عمته او عند ماما. كلمت ماما في التليفون برضه. قالت لي ان هو ساب بيت عمته من كام يوم ولسه ما رجعش. انا بس كل اللي عايزه منك انك تهدي وتطمني، ما تقلقيش. ادم لما جالك هنا المستشفى جالك بعد ما ساب بيت عمته، ده معناه ان هو بخير وكويس. انا لازم الاقي ابني. يا ملك خروجك من المستشفى هنا ملوش اي لازمه، احنا ما نعرفش الولد فين، لما نعرف هو فين نبقى نتصرف. انا لازم اخرج من هنا. لو ما خرجتنيش من هنا هحرم. لو ما خلتنيش اهرب هموت نفسي. اتصلت بكل زمايله اللي معاه في المدرسه. قالوا لي انه ما اتصلش بيهم من ساعه ما اختفى. بس وعدوني لو كلموا ما يقولوا لي. بس فسبت لهم نمرة تليفوني وسبته كمان مع مديرة المدرسة احتياطي يعني. ولا واحد فيهم هيتصل بيك. الولاد في السن ده بيداروا على بعض، بيعتبروا الموضوع ده هو رجولة. رجولة ايه؟
شايلهم غير الشوشره. وكفايه بقى زمايل ادم لما يرجع مش هيسيبوه في حاله. ده غير مديره المدرسه اللي حطاه في دماغها اصلا. ان شاء الله يرفدوه، واحنا لاقيينه اصلا. شوشره ايه بس؟ هو فين الواد اساسا؟ ازيك يا طنط؟ ازيك يا رضوى؟ وصلت شوشو للمدرسه وقلت اعدي عليكي، قلت اشوف وصلتوا لايه في موضوع ادم. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. نيهال اختي رضوى. اهلا اهلا، ازيك؟ هلو. ده انا سمعت عنك كتير من طنط سهام وادم. اتفضلي حضرتك. تعالي هنا. ازيك يا سليم؟ ازيك يا رضوى؟ اخبار شاهد ايه؟ كويس الحمد لله. يا رب دايما. مفيش جديد يا طنط؟ ابدا. سليم لسه راجع من المدرسه، مفيش اخبار كويسه. طب ما تعرفولوش يا طنط اصحاب بره المدرسه؟ انا ما اعرفلوش، انت تعرف يا سليم؟ لا والله، بس اكيد علا وعلي عارفين، اسالهم. طب استاذن انا بقى، لازم اروح الشركه، عندي شويه شغل كده هخلصه وهتابع معاكم على التليفون. طيب انت كنت عايز تشرب قهوه؟ لا اشربها في المكتب بقى. يلا سلام. اتفضل. رضوى قهوتك زياده مش كده؟ خليكي قاعده، هقوم اعملها بنفسي. والله يا وليد اللي قالتهولك ملك ده ممكن ما يبقاش تهديد، ممكن فعلا تحاول تموت نفسها لو منعناها تخرج من المستشفى. ايوه يا دكتور، بس هنخرجها ازاي؟ ازاي ملك دلوقتي مش في حاله مستقره خالص، وانت عارفه ده كويس. كمان لو خرجت دلوقتي وارد جدا انها تاذي نفسها او تاذي اي حد غيرها. كمان في حاجه عايز اعرفها، معلش، هي هتقدر توصل لادم ابنها ازاي؟ يعني الواد مش موجود. انها تحاول تاذي نفسها ده وارد، بس بتهيألي انها مش هتعمل كده. حبها وخوفها على ادم واصرارها ويقينها ان هي اللي هتعرف تلاقيه مش هيخليها تعمل كده. وده مش عشانها على فكرة، ده علشانه. مشاعر الأمومة دي يا وليد لا يمكن تتوصف ولا يمكن تدرك أبعدها، لا يمكن. والله يا دكتور أنا كل ما باجي أفكر في موضوع الخلف على إنه ممكن يكون حاجة كويسة بلاقي في إنذار بيرن في دماغي كده بيرن. يا أخي بلاش تشاؤم، محدش عارف بكرة شايل خير لمين. أوكي طيب، لو اتفقنا إنه خروج ملك دلوقتي يعتبر خطوة مهمة في صحتها وحالتها، موقفها القانوني هيبقى ايه؟ ملك لما خرجت من مستشفى العباسية خرجت على مسؤولية والدتها، وما كانش فيه اي تعهد يلزمها انها تدخلها في مستشفى تاني. ما كانش فيه غير ان هي المفروض انها تعرضها على اللجنة القانونية في اوقات محددة. يعني لو كانت عايزة تقعدها في البيت طول الفترة اللي فاتت كانت سابتها في البيت. بس انت معاك حق في اللي انت بتقوله ده. خروج ملك من هنا من المستشفى ما فيهوش مشكله، بس في نفس الوقت ما ينفعش يبقى قرارها لوحدها، لازم كمان يبقى قرار اهلها معاها، او على الاقل والدتها، واللي المفروض يبلغهم بده الدكتور مجدي عشان يعرفوا هما يعملوا معاها ايه. اوكي اما نشوف بقى ايه اللي هيحصل لما تخرج. انا اسف. اتفضل.